للمزيد من المتابعة حول تداعيات انتشار فيروس كورونا وخاصة في القارة الأوروبية، ينضم إلينا من باريس عبر سكايب السيد ميشيل أبو نجم، مدير مكتب صحيفة الشرق الأوسط في باريس. سيد ميشيل، مرحبا بك معنا. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن الحرب على فيروس كورونا، فرض حالة الطوارئ ودفع بعشرات آلاف من عناصر الأمن للشوارع لضمان تنفيذها. بداية، سؤال يتردد عند كثيرين، هل تأتي هذه الخطوة متأخرة قليلا؟ ربما تأتي متأخرة. حقيقة الأمر أن الحكومة الفرنسية تأخرت نوعا ما في اتخاذ الإجراءات التي قامت بها مثلا إيطاليا وإسبانيا. والمفارقة في المقاربة الفرنسية أن الحكومة سمحت بإجراء الدورة الأولى من الانتخابات البلدية يوم الأحد الماضي، بينما كانت قبل ساعات من ذلك قد أمرت بإغلاق كافة المطاعم والمقاهي والملاهي بعد أن أغلقت المدارس وكل ما هو حركة حقيقة في فرنسا، ولم يبقى فاعلا سوى محل التغذية والبنوك والصيدليات. إذا كان هناك نوع من المفارقة فيما تطلبه الحكومة وفيما تسمح به، هذه نقطة أولى. ما تفسير ذلك؟ معلش اعذرني سيد ميشيل، هل يعكس هذا تخبطا المضي إلى الانتخابات ودعوة الملايين للمشاركة فيها، وبعد ساعات أو أيام قليلة تمضي البلد لفرض حالة الطوارئ؟ نعم صحيح، أنت مصيب في ذلك. كانت هناك ضغوط على الرئيس ماكرون وعلى الحكومة لكي تمضي بهذه الانتخابات، ووجدت الحكومة نفسها بحالة فعلا في موقع لا تحسد عليه، لأن الانتقادات انصبت عليها لاحقا، وسعت الحكومة إلى الاحتماء بآراء اللجنة التي خصصت لجنة من الأطباء والاختصاصيين التي شكلها الرئيس ماكرون من أجل أن تقدم له المشورة بخصوص التعامل مع فيروس كورونا. هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة، لم تجد السلطات الفرنسية بدا من أن تذهب إلى ما ذهب إليه من سبقها، أكان ذلك الصين أو كان ذلك إيطاليا أو كان ذلك إسبانيا، بل إن اليوم في فرنسا 67 مليون شخص ممنوعون من الخروج من منازلهم إلا بإذن خاص. يعني أي شخص بعد منذ ساعة وحتى الآن يريد أن يذهب إلى صيدلية، إلى مخزن، إلى أي مكان آخر، عليه أن تكون بيده شهادة يشهد فيها بشرفه أنه ذاهب إلى هذا المكان. إذن هذه الإجراءات هي قاسية للغاية. الرئيس صحيح. ماكرون كرر بالأمس أن فرنسا تخوض حربا ضد عدو لا يرى، وكدليل على القلق الذي ينتاب الفرنسيين، هناك 35 مليون مواطن شاهدوا خطاب الرئيس ماكرون أمس على شاشة التلفزيون. إذن وهنا سيد ميشيل، بقراءتك كيف يبدو تقبل الفرنسيين لهذه الإجراءات الصارمة والشديدة كما وصفتها، وهم الذين يتمتعون دائما بأعلى سقوف للحريات، ليجدوا أنفسهم اليوم تحت حالة الطوارئ ويطلبون هذه الإجراءات الخاصة وهذه الأوراق وهذه الطلبات للتحرك لأخذ احتياجاتهم الأساسية؟ نعم، عندما طلبت السلطات الفرنسية والصحية بشكل خاص من الفرنسيين ألا يخرجوا كثيرا وأن يلزموا بيوتهم، وخصوصا الأشخاص الذين يزيد عمرهم على 70 عاما، وأن يحاولوا حماية الأطفال وغير ذلك، وجدنا العشرات والآلاف ومئات الآلاف من السكان يتنزهون في الشوارع وفي الساحات وفي الحدائق والمتنزهات وغير ذلك، الأمر الذي أشار إليه أمس الرئيس ماكرون. اليوم أخذ الفرنسيون الأمور بجدية، والدليل على ذلك أن هناك عشرات الآلاف من المواطنين يخرجون من المدن الكبرى، أكان ذلك باريس العاصمة أو المدينتين الكبريين الأخريين وهما مدينة ليون ومدينة مارسيليا، للذهاب إلى الأرياف والقرى من أجل أن يفلتوا من هذا الحجر المفروض. هذا الحجر مفروض 24 ساعة في اليوم، وبالتالي فإن فرنسا لم تعرف هذه الحالة في أي وقت في حالة السلم. آخر أمر عرفته فرنسا يشبه ما تعيشه اليوم هو كان إبان الاحتلال النازي في الحرب العالمية الثانية. صحيح. ومضى ماكرون في عرض سياساته سيد ميشيل ليس فقط الداخلية، بل تحدث أيضا عن إغلاق فضاء شنغن وعن إغلاق الحدود مع الدول الأوروبية الأخرى. هل بالإمكان الحديث عن تعاون وتنسيق أوروبي وثيق فعلا في مواجهة هذا التحدي، أم كما يقول البعض يبدو كل طرف يخوض هذه المعركة لوحده، سواء في إيطاليا أو في إسبانيا أو أخيرا الآن في فرنسا؟
نعم، حتى الآن كان كل طرف بالطبع كان يخوض هذه المعركة محليا، ولكن لو تحدثنا عن رئيس ماكرون وسياسة فرنسا فإن العمل اليوم وبعد أن أخذ الجميع يعون خطورة هذه المسألة والأعداد المتزايدة من المصابين، يعني خلال الساعات الـ24 الماضية هناك 1300 فرنسي إضافي أصابهم مرض الكورونا فيروس، وبالتالي لم يعد هناك مجال من التلاعب بهذه المسألة. إذن السلطات الفرنسية تعمل، وأيضا السلطات الأوروبية الأخرى تعمل على 3 مستويات. المستوى الأول هو المستوى الوطني، ما شرحناه من الحظر، من السماح لأشخاص فقط المتخصصين، كيفية التعامل مع الأمراض، الأولاد وغير ذلك، هذا هو المستوى الوطني. المستوى الثاني هو المستوى الأوروبي، وبعد ظهر اليوم هناك قمة أوروبية افتراضية عبر دوائر تلفزيونية مغلقة سيتم خلالها التشاور في الإجراءات الجماعية التي سيعمد الأوروبيون إلى اتخاذها. وأول إجراء تم التوافق عليه بالأمس بين المستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي والسلطات الأوروبية في بروكسل هو إغلاق الفضاء الأوروبي على أي شخص خارج أوروبا. هذا إجراء لم يسبق للاتحاد الأوروبي منذ أن نشأ أن لجأ إليه. ثم هذا لا يكفي، ما تعرفه الدول الأوروبية اليوم هو توقف الاقتصاد، هو عشرات صحيح. المليارات من الخسائر اليومية. وكدليل على أن السلطات الأوروبية وعت هذه المسألة، وقد أعلن الرئيس الفرنسي بالأمس أن هناك الدولة ستضع 300 مليار يورو كضمانات للقروض التي ستحتاجها الشركات. أعلن شكرا. ماكرون أيضا أنه لن يترك أي فرنسي يفقد أجرته، يفقد راتبه. صحيح. وبالتالي إذا هناك وعي. ثم هناك المستوى الأخير وهو المستوى العالمي، وفي هذا الإطار يندرج التواصل الذي حصل أمس، أيضا القمة الافتراضية التي حصلت أمس بين قادة صحيح. بلدان مجموعة السبع، والتدابير التي أقروها إن صحيح. على المستوى الاقتصادي، صحيح، وهي وحيث غير سيعمل مسبوقة وزراء كذلك المالية كما أشرت سيد ميشيل. وأيضا وزراء صحيح. الصحة على التدابير المطلوبة. تدابير غير مسبوقة تفضل. لمواجهة هذا التحدي غير المسبوق. أيضا أشكرك جزيل الشكر على انضمامك إلينا من باريس عبر سكايب السيد ميشيل أبو نجم مدير مكتب صحيفة الشرق الأوسط في باريس، شكرا جزيلا لك.